الى جوار القائم الايسر لمرمى نادي المقاولون العرب. ادي كره عرضيه وادي مرتبة، سلام سلم، الشبكه بتتكلم، وهدف اول لنادي المقاولون العرب، هدف اول اعزائي المشاهدين لفريق نادي المقاولون العرب. بالفعل بيجد المتابعه الرائع محمد ابو شهيشه ليسجل هدف لنادي المقاولون العرب في الدقيقه الثامنه من بدايه اللقاء. اذا الهجمه مرتده في هذا اللقاء قد تكون كلمه سر.